وقال بان هذه البطاقه غادي يعني غادي تخفف عليه يعني المشاكل البيروقراطيه في الوزاره من خلال يعني المطالبه ديالو مثلا بشهاده السكنه او 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 او, أو شهاده الحياه او كذا. الحقيقه الامر ان جميع الوثائق ما زالت تطلب كان شيئا لم يكن. هل ممكن ان نستبشر خيرا بهذه البطاقه الجديده التي يتحدث عنها المشرع ولا وزاره الداخليه؟ اظن المغاربه اصبحوا متوجسين وكيقولوا هل هي لعبه اخرى من اجل يعني تجديد البطائق و يعني واحد المساهمه ديال المواطنين في واحد يعني واحد المبالغ ماليه من اجل تجديد البطاقه فقط، ام حقيقه سيتم يعني مصاحبه هذا الاجراء هذا باجراءات حقيقيه ملموسه والاستغناء على كل الوثائق اللي فعلا القانون واضح من اجل الاستغناء عليها. لا بالنسبه للبطاقه الوطنيه احنا كنا ديجا سمعنا هذه الهضره بانه فيها شهاده السكنه وفيها الاكستري وفيها نسخه كامله. ملي تنتفاجئوا به ملي تنمشوا بالنسبه للمقاطعات والادارات الاخرى تيقول لك جيبي شهاده السكنه جيبي هذا، يعني ديك الهضره ما كانش. تنتمناو في هذه البطاقه الجديده ان شاء الله باذن الله يكون تكون هاد الهضره ونكونوا تقدمنا شويه، لانه ملي تنشوفوا الدول الاخرى تنمشوا للدول الاخرى تلقاو الناس بقينا وهادشي تيبقى فينا الحال حنايا. الا كانت فعلا بديك المواصفات اللي كانوا قالوا بديك السيكوريزاسيون اللي كان قالوا بان غيكون ان كود ديالها وهذا راه غتكون مساله بلي اكثر عمليه بالنسبه للمواطن، لان فعود ما يتقسم مجموعه ديال الادارات غتكون هذيك لاكارت جامعه مانعه بان فيها مجموعه ديال الاشياء يقدر يقضيها غير بديك لاكارت، اذا غتخفف عليه العبء ديال مجموعه ديال الاشياء من الناس يجي للعدليه مجموعه. اذا هذه غتكون بالنسبه لي انا ك حاله مدنيه ديال المواطن هزها معاه. الا كانت غادي زعما غادي يطبقوا هذه القضيه نتاع لا كارت جديده اللي يكون فيها هذا الكود هذا وكتعوض هاد عقود الزياده راه مزيانه. اول حاجه كنقصوا الضغط على المقاطعات وداك الشيء، ما تبقاش تمشي تجيب اكستري وشد النوبه، وراه كيعرفها المشاكل اللي عندنا هنايا في المغرب في الادارات العموميه. و صراحه نتمنى زعما تطبق، ولكن كيبقى تمني حيت مش شحال هذه وحنا كنسمعوا بان راه غادي يديروا لاكارت جديده وتعوض هاد لاكارت هذه اللي عندنا دابا اللي هي مهم وما قليل فاش المهم كنحتاجوها انا شخصيا. ماذا بينا تكون لاكارت جديده تكون تعفينا بزاف من الوثائق الاداريه لي زيكستري لافيشون تو بريميتريك، تعفينا بزاف الاوراق الاداريه. ماذا بينا علاش لا؟ كانت البطاقه الاولى قالوا بانها غادا تقوم بنفس الدور، دابا غادي سمعنا بهذا الكلام على البطاقه البيومتري الجديده، ماذا بينا كل مواطن يستفاد من هذا؟ بالنسبه للبطاقه الوطنيه اللي حنا كنعرفوا كانوا قالوا واحد الوقيته غادي 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 تحيدوا بزاف ديال الاوراق يعني، ولكن مازال ما كاينش داكشي من داكشي مازال ما كاين والو. ونتمناو هذه البطاقه الجديده اللي كانت غادي دار غتكون فيها ديزافونتاج مزيانين عاود على القديمه، وقد ما نقصوا عليك بزاف ديال الوريقات وهذا راه احسن يعني من الصلاح ديال المواطن، وسيرتو اللي عنده الوراق الاصليين كيكون كيسكن في واحد البلاصه وكيكون باش وكيسكن كيكون بعيد باش يتنقل ديك البلاصه شويه صعيبه. والا كانت سميتو الا كانت دار هذا ديزافونتاج مزيان ايجابيات يكون احسن. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.